لأول مرة في مصر والوطن العربي القادرون باختلاف داخل المنافسة. أهلا بكم في العباقرة قادرون باختلاف مع الروائي عصام يوسف. ضيفنا في الاستوديو ومشاهدينا الكرام في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة قادرون باختلاف يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم الأول من العباقرة قادرون باختلاف، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو اللاعب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة قادرون باختلاف هتساوي مبلغ نقدي. في مرحلة المجموعات كل نقطة بألف جنيه، وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لإعداد المنتخبات الوطنية لاتحاد الإعاقات الذهنية المشاركة في بطولة العالم 2023 بفرنسا. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 2,020,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لإعداد المنتخبات الوطنية لاتحاد الإعاقات الذهنية المشاركة في بطولة العالم 2023 بفرنسا. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الأولى، ودايماً المجموعة الأولى مش عارف ليه بتبقى دايماً مجموعة معقدة وصعبة. خلينا نشوف هيحصل إيه في المجموعة الأولى. وأول فريق مشرفنا النهاردة في الاستوديو رحب كلنا فريق الأوفياء. العباقرة بيمثل لي طاقة النور الموجودة في آخر الطريق، وهي الحياة غير فنجان قهوة ومزيكا هادية وكتاب رايق والعباقرة. الميزة في موسم قادرون باختلاف بيوري الناس كلهم إن إحنا زينا زيهم، بنقدر نذاكر، بنقدر نتعلم، بنقدر نجاوب زينا زيهم. فهو ده يعني الحلو في البرنامج، بيزود الوعي، مش لازم تعاملونا يعني بطريقة أقل من أي حد. انا استعدت لماتش النهارده عن طريق ان احنا على جروب الواتس نسقنا مع بعض في كفريق مين هيجاوب سؤال ايه والجوكر هنستخدمه في ايه، وان شاء الله نكسب ونعمل حلقه كويسه ان شاء الله باذن الله. الصراحه المدير الفني بيشتغل معنا شغل عالي جدا، يعني هو دايما بينصحنا وبيدينا خبراته، وان شاء الله هنكون عنده حسن ظنه وثقته فينا ونكون قد التحدي في ماتش النهارده. لكل واحد عنده حد من ذوي الهمم يشارك في اي حاجة زي برنامج العباقرة، خليهم يعيشوا ويمارسوا حياتهم. فريق الأوفياء حمد لله على السلامة، منورنا في الاستوديو. انا خليك اسلام محمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. احساسك ايه وانت بتشارك في القادرون باختلاف؟ مبسوط جدا طبعا ان انا موجود في العباقرة، ده كان حلمي بالنسبه لي، والحمد لله الحلم بيتحقق وبشارك في الموسم الاول من العباقرة قدرهم باختلاف. جميل جدا. بتعزف كمان؟ مظبوط. ابتديت امتى؟ يعني من حوالي 12 او 13 سنه كده. طب فين الكمان؟ ما جبتوش معاك ليه؟ المره الجايه ان شاء الله. الحلقه اللي جايه طبعا، الحلقه اللي جايه تجيب الكمان معاك عشان هتعزف لنا. اكيد طبعا. احكي لي قصتك ايه مع الكمان. قصتي مع الكمان ابتدت ان انا كنت الاول بتعلمها كهوايه، ان انا كنت بحب صوت الكمان وبحب صوت الالات الحزينه بوجه عام، وبعدين مع تدور الوقت ابتديت اتمكن فيها اكتر، واخدت دراسه حره في معهد الموسيقى العربيه على يد الاستاذ عبد داغر والدكتور محمد ظهير، وابتديت ان انا اشتغل مع المحترفين زي منتخب مصر الموسيقي اوركسترا وزاد الشباب الرياضه. اسلام، في اوقات بتبقى مدرس تاريخ يعني مش مواظب قوي. بدرسه بشكل تطوعي. تطوعي؟ يعني بتحب التاريخ؟ لا انا بحب التاريخ، لان يعني افهم من كده ان الجوكر في التاريخ. انا دارس اثار اسلاميه وقبطيه. ما شاء الله. واعمل دراسات عليا في كليه التربيه في التدريس نفسه. كويس. فبالنسبه لي انا بحب التدريس، فبحب اي حد محتاج معلومه او محتاج حاجه مش فاهمها بذاكرها له. برافو عليك. كلنا نحيي اسلام محمد. الأوفياء الحقيقة اسم جميل جدا. نانسي سعد، أحمد فهمي، محمود الإبراشي، إبراهيم منصور،
بحييكم وبتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا فريق الأوفياء. المدير الفني محمود الجعفري، مساء الخير. زحرك أستاذ عصام. كأس العيلة المثالية الموسم الرابع، نحيي عيلة الجعفري كلنا. موقف يعني مصر كلها بتتكلم عنه. الحمد لله والله. ملايين مشاهدة. صحيح. فعلا، احكي لي ردود الفعل على الموقف ده كانت عاملة ازاي؟ وانتوا استقبلتوها ازاي كعيلة؟ يعني ردود فعل غير متوقعة بالمرة، احنا تواصل معنا ناس كتير جدا من مختلف الوطن العربي، وكلهم كانوا بيسألوا على بابا وبيدعوا له بالشفاء، وحقيقي يعني كانت مشاعر كتير جدا، ومن مختلف مشاركين العباقرة في المدارس والجامعات كلهم تواصلوا معنا وتمنوا الوالدي الشفاء، وده يمكن من أكبر المكاسب زي ما قلت قبل كده في العباقرة والله. عيلة سالم وعيلة الجعفري سبتوا بصمة مش عادية في الموسم الرابع لعباقرة العائلات. الحمد لله. تم اختيارك كمدير فني، استقبلت الخبر ازاي وإيه اللي حصل؟ يعني بطبيعة شغلي أنه بشتغل في جزء منه مع ذوي الهمم، بعتبر أن ده واجب علينا عشان نقدر أن احنا ندي الناس حقها المجتمعي، والعباقرة سباق في الموضوع ده وعمل قادرون باختلاف، وبصراحة دي مبادرة ممتازة جدا وأنا مبسوط بيها، ويعني هفضل أعمل كل مجهود أقدر عليه عشان أقدر أن الموسم ده يكون ناجح، وأن أنا أقود فريق أنه هو يقدر يأدي أحسن أداء في البطولة. مهندس محمود سعد جاي معاك، يا ترى مدرب عام للفريق ولا ايه بالظبط؟ بصراحه تطوع شاكرا ان هو بيساعد الفريق بتاعنا، وحضرتك عارف يعني الناس المميزه الحمد لله لما بتكون موجوده بنحاول ان احنا نستقطبها كده عشان تقدر تساعدنا في الفريق بتاعنا. والله انتوا الحقيقه يعني مثال مشرف مش لبرنامج العباقره لمصر كلها. ربنا يبارك. بحيي محمود الجعفري ومحمود سعد، انتوا الاثنين الحقيقه اصحاب محترمين. ربنا يبارك. اشكركم. فريق الأوفياء عندكم مدير فني وعندكم مدرب عام، يعني مش هزار، مفروض ايه بقى نشوف اداء قوي. اتفقنا ان شاء الله. نحيي كلنا فريق الأوفياء. اما الفريق الثاني اللي مشرفنا في الاستوديو وحينافس وبقوه للحصول على اول ثلاث نقاط، فريق اسمه يقلق، فريق الصقور. أشكر البنك الأهلي لدعمه لذوي القدرات الخاصة أو قادرون باختلاف، وأشكر برنامج العباقرة لدعمه قادرون باختلاف، وأتمنى أن نحصل على نقاط كثيرة لكي ندعم أبطالنا البارالمبيين. أكيد الموسم ده مختلف من العباقرة لأنه بينظر لينا نظرة مختلفة، وإحنا كفريق نقدر إن شاء الله نوصل الكيس. هو فريق معتمد عليه في الأدب عشان خريج كلية أدب قسم لغة عربية وقارئ في الأدب بشكل جيد، إن شاء الله أنا أقدر أجاوب على كل الأسئلة أكون سبب في الفوز لفريق النهاردة. برنامج العباقرة برنامج رائع كلنا بنستمتع به في الوطن العربي كله. إحنا كفريق استعدينا، جمعنا داتا، بدأنا نوزع المهام علينا، وإن شاء الله خير، إحنا جايين نستمتع وربنا يوفقنا بإذن الله. ما كنتش مصدق إن فريق الأعداد اختارني، بس عديت ونجحت وكلموني وقالوا لي إن أنا هنضم للفريق. فريق سكور حمد لله على السلامة. الله يسلمك. منورنا في الاستوديو. منور حضرتك. نسرين، احساسك ايه؟ احساس ما يتوصفش بصراحة. لا اوصف لنا. صراحة ما كنتش متوقعة، فده أول مرة أشارك في برنامج وأشوف حضرتك شخصيا، وفخورة جدا، فخورة بين إخواتي كلهم، يعني أنا حاسة بجد فرحانة، يعني الفريق ده أو ده كلنا أسرة واحدة. احكي لي على تجربتك مع برايل. أنا سمعت إن أنت كرمتي من وزيرة التضامن، صح؟ أيوة صح. احكي لي إيه اللي حصل؟ أنا جالي منحة إن أنا أتعلم البرايل. اللي هي في مبادرة حلم. في المبادرة. تمام. قعدت 4 شهور ونص، طبعاً أنا تعليمي كله كان مبصر، فكان صعب جداً علي أتعلم البرايل، والحمد لله ربنا قدرني وتفوقت فيه الحمد لله. ودلوقتي خلاص بقيتي بتعرفي تستخدمي لغة برايل. أي برافو عليكي. طيب حلمك، عايزة تبقي أخصائية اجتماعية. أنا نفسي أشتغل في مجالي اللي هو كأخصائي اجتماعي، وأتعامل مع كل الطلاب وحل مشاكلهم، وخاصة الفئة ذو احتياجات خاصة. ممتاز.
فريق الصقور، انا سمعت قبل ما نبتدي ان في زي انشوده، ايه الموضوع ده؟ نشيد الصقور. نشيد الصقور مره واحده؟ طب مين اللي هيقول لنا نشيد الصقور؟ كلنا ان شاء الله. كلكم مع بعض؟ كلنا. اتفضل. احنا الصقور بنطير في السماء، نتحدى ولا حد يهمنا، عبرنا باختلاف الفوز حلمنا. مين اللي كتب النشيد ده؟ استاذ عز. المدير الفني مهندس عز، برحب بيك. ازي حضرتك المهندس عز؟ منورنا في الاستوديو. الله يخليك. والله زمان زمان فعلا. بقالك قد ايه ما جيتش الاستوديو؟ 4 سنين. المهندس عز عائلة الهواري كانوا معانا في الموسم الاول عباقرة العائلات، ولازم اقول وبصراحة الموسم الاول عباقرة العائلات كان استثنائي. مظبوط. انا بشكرك جدا اولا على تلبية الدعوة من فريق الاعداد، وعايز اقول من فريق الاعداد، دي جملة مهمة جدا، لان في ناس كتير بتلومني وبتقولي انت ليه ما اخترتناش كمدير فني. انا ما اخترتش حد، عجبني جدا فكرة ان هم مركزين مع المهندس عز من موسم الاول عباقرة العائلات. والله دي حاجة تشرفني اولا، وانا بالنسبة لي كانت حاجة يعني اتبسطت جدا اول ما اتصلوا بيا، وما ترددتش على فكرة لحظة ان انا اقول لهم انا يعني هشارك. وعلى فكرة اي اضافة للبرنامج وبتخليه ناجح دي حاجة بتسعد الكل في الاول وفي الاخر. والبرنامج هدفه اسعاد الناس، والمشاركة فيه على فكرة ما هيش زي ما حضرتك اتفضلت فوز وخسارة ومكسب، هي معلومات بيتم اكتسابها، هي مشاركة جميلة، هي مساعدة ودعم. فأنا شايف إن حاجة متميزة، يعني شيء متميز إن أي واحد يشارك. أشكرك. العفو. عايز أطمن على ملك. والله ملك أنا بعتبرها بنت العباقرة، لأن طبعا تتبنيها وتبني عملية التعليم بتاعها كمان، دي حد ربما يعني ناس كتير ما تعرفش إن كان في تبني الملك في عملية التعليم والرعاية، ودي جابت معاه بسم الله ما شاء الله نتائج ممتازة، دخلت دلوقتي جامعة تانية جامعة ما شاء تانية الله. تانية جامعة وكمان التقدير امتياز ما شاء الله. والله ما شاء يعني الله. واخدة تقريبا حوالي 4. أنا جالي خبر النهاردة إنها انضمت لفريق الكومي مع المدير الفني ميرنا محسن. دي حاجة. فالأب بيدرب فريق الصقور والبنت متسابقة مع فريق الكومي، حاجة جميلة جدا. يلا تميز بقى. تميز فعلا. تميز أه تميز. وأدهم كان معانا في الموسم الثالث، يعني برضو ده تاريخ، مدرسة الامتياز، وحصل المركز الثاني على المركز الثاني الوصيف. مظبوط. طيب انا اتمنى لك كل التوفيق وبشكرك. انا عارف طبعا اكيد حضرتك مشغول، ولكن حطيت فريق الصقور كأولوية. اكيد. وانا بشكرك جدا جدا وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا. مع فريق الصقور. شكرا. نحيي كلنا المهندس عز وفريق الصقور. العباقرة قادرون باختلاف، 5 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وكالعادة بنبتدي بسؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هو ترتيب شهر صفر في الشهور الهجرية؟ محمود الإبراشي. الشهر الثاني. الشهر الثاني طبعا إجابة صحيحة. محرم، صفر، ربيع أول، ربيع تاني، محمود الإبراشي، هتختار مين اللي يبتدي الأول؟ إيه رأيك؟ أختار فريق الصقور. الصقور هتبتدوا الأول. ماشي. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم 5 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، 50-50 أدب وعلوم. فريق الصقور عندكم سؤال في جغرافيا. امتى الجوكر يا محمد؟ لسه شوي. جغرافيا والسؤال: ماردالز هو من اطول الشلالات في اوروبا، ففي اي دولة اسكندنافية يقع؟ شلالين موجودين على ارتفاع 517 متر في غرب الدولة دي. ماردالز. كريم القاضي إجابتك. السويد. السويد إجابة خاطئة، مش السويد.
النرويج. محمود البراشي في غرب النرويج. إجابة صحيحة. فعلا النرويج مشهورة بالشلالات الكتير. برافو عليك يا محمود. أول عشانات الأوفياء خطفوهم من السور. الأوفياء سؤال في الجغرافيا. جغرافيا وسؤاله. في أي من دول شمال إفريقيا تقع مدينة كوبيلي؟ مدينة جميلة مشهورة بواحات النخيل. من أقدم المدن المأهولة بالسكان في الدولة دي. نانسي سعد إجابتك. الجزائر. إجابة خاطئة. طه جمال إجابتك. ليبيا. ليبيا إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 وناقص 5. مصر، المغرب، تونس، موريتانيا. نانسي. بسم الله الرحمن الرحيم. المغرب. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي تونس. هاردك. الأوفياء 5. الصقور لسه ما فيش نقط. وفي سؤال في التاريخ. في جوكر. لا. تاريخ والسؤال هو: وقعت معركة دريسدن في إحدى الدول الأوروبية عام 1813، فما هي؟ فات 7 ثواني. وفاضل 7 ثواني. آخر انتصار كبير روسيا لنابليون في الدولة دي. بريطانيا. ولا روسيا ولا بريطانيا. إجابة خاطئة. بعدين عايز أقولك على حاجة مهمة يا طه، خلي بالك لما تقول إجابة وتحس إنها غلط ما تقولش إجابة تانية. فاهم قصدي؟ لأن ممكن تكون التانية صح فعلا. فاهم قصدي؟ خلي بالك. يا ترى في إجابة ولا مفيش إجابة؟ في إجابة إن شاء الله. أحمد فهمي إجابتك. النمسا إن شاء الله. النمسا إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. بلجيكا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا. محمد علي. ألمانيا. ألمانيا طبعاً إجابة صحيحة. أول عشانات لفريق السقور. السقور 10، الأوفياء 5. الأوفياء السؤال اللي جاي في التاريخ. هناخد جوكر لا إسلام؟ لا لا مش هناخد جوكر. لا لا ده السؤال اللي جاي في التاريخ الإسلامي. لا لا يا إسلام اسمعوا كلامي. لا 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 مش هناخد. لا جوكر. برضو لا لا معلش. انتوا حرين. تاريخ والسؤال هو: في عهد أي خليفة فاطمي اقترح الحسن بن الهيثم فكرة إنشاء سد في جنوب مصر؟ الخليفة ده استدعاه علشان يحل مشكلة الفيضان، والحسن بن الهيثم اقترح ان يتبني السد في المكان اللي موجود فيه دلوقتي السد العالي. اسلام. الحاكم بأمر الله. الحاكم بأمر الله إجابة صحيحة. في حكاية دمها خفيف. الحسن بن الهيثم خاف من الحاكم بأمر الله أحسن يسجنه، لأن هو طلب إمكانيات مش موجودة في الوقت ده، فعمل نفسه في الآخر إنه هو مجنون عشان خاف أحسن يتعدم، لأنه طلب إمكانيات مش موجودة، فخلاص مش هيتعمل السد. النتيجة اتغيرت، 15 الأوفياء والسكور 10، وعندنا دلوقتي سؤالين 50-50. علي أبو ريا وإبراهيم منصور. إبراهيم منصور وعلي أبو ريا تفضلوا. مهندس عز معانا ومحمود الجعفري معانا. إبراهيم إزيك يا إبراهيم؟ الحمد لله. مبسوط أنك موجود؟ طبعا مبسوط. أكيد. بتحب برنامج العباقرة؟ أوي أوي. بتتفرج عليه من إمتى؟ من أول ما اتعمل، من زمان خالص. فعلا؟ فعلا. إبراهيم منصور من شمال سيناء. يا سلام. مشوار مش سهل طبعا. مش اخبار اهلنا في سيناء ايه؟
تمام كله بخير الحمد لله. أجمل أرض أرض سينا طبعاً، وأجمل شعب شعب سينا. الله تشرفنا في أي وقت. هتعزمني عندكم؟ أبا مش قدها لو ما عملتهاش طبعاً. طبعاً قدها إن شاء الله. قل لي بقى، أنت عايز تبقى مستشار حقوق الإنسان؟ آه. فكرت في الموضوع ده إزاي؟ وعايز تعمل إيه؟ فكرت في الموضوع ده بصراحة لأن أنا من ذوي الهمم وحاسس بيهم طبعاً، ونفسي أجيب لهم حقوقهم وأعدل أشتغل تعديل القوانين وكده. هي الوضع كويس بس ما فيش مانع إن إحنا نتحسن. نزود ونحسن. الله طبعاً. عليك الله عليك الله عليك، موافق جداً جداً جداً، وإيدي في إيديك، عندك حق، فكرك مرتب وكلامك مرتب، برافو عليك. ونفسي أتوظف. بس عايز تتوظف فين؟ يعني حلمك تتوظف فين؟ نفسي أتوظف بصراحة في اللي في اللي هي فيها المستشارين وتعديل القوانين كده، أتوظف وظيفة بسيطة كده، وما ربنا يكرم أخش الكلية واترقى طبعا، وربنا يجيب الفيل خير ان شاء انت الله. عايز تخش كلية حقوق عشان تدرس القوانين؟ بس الوضع ما يسمحش عشان انا مش موظف وكده، لما اتوظف ان شاء الله هصرف على نفسي وكده. لا، لو عايز تخش كلية حقوق برنامج العباقرة هيتكفل بتعليمك يا رب. طبعا بدون تردد، انا مش محتاج افكر في حاجات كده ما بفكرش فيها. طبعا يا سلام، طبعا احنا مسؤولين عن تعليمك واحنا جاهزين. والشقة هنا في القاهرة؟ والشقة هنا في القاهرة. ده عايز حلو حاجة تاني؟ ده حلو قوي طبعا. اللي انت عايزه احنا موافقين عليه. الله يحفظك يا رب، الله يحفظك. احنا جاهزين، انت جاهز؟ ان شاء الله جاهز. بس العروسة ماليش دعوة بيها، هاتها من شمال سينا. دي مش تبعي بقى. لا طمع كتير. بعدين اهلك هيقولوا لك لا ما تتجوزش من بره. لا بالعكس، بالعكس ماما بتقول اللي انت تشوفه انت تشوفه يا ماما، عارفة اختيار ان شاء الله كويس، انا هي موافقة عليه. انت شكلك كده في حاجة مخبية علينا. وفي حاجة جاهزة ولا ايه؟ ربنا يجيب الفيل خير بصراحة. امين يا رب. حبيبي يا ابراهيم، ربنا يوفقك. وهنتكلم في تفاصيل الجامعة والاقامة وكل حاجة بعد الحلقة. يا اتفقنا؟ قريب يا رب. ربنا يوفقك. علي ازيك يا علي؟ الحمد لله. قولي، مبسوط انك معانا هنا؟ قوي. بتحب البرنامج؟ علي انت بطل سباحه؟ بالك بتعوم قد ايه؟ يعني كان 8 سنين. بتتدرب كتير؟ برافو عليك. كل قد ايه؟ كل 3 ايام بتتمرن. برافو عليك، ما شاء الله عليك. وعايز تخش منتخب مصر؟ قوي قوي يا رب، ربنا يقدرك تتمرن اكتر، تبقى بطل اكتر، وتبقى في منتخب مصر. انا بحييك، برافو عليك، برافو عليك. علي هسألك سؤال دلوقتي، جاهز؟ 50-50. والسؤال هو، بكين هي عاصمة إحدى الدول الآسيوية، فما هي؟ بكين عاصمة إيه؟ دولة في آسيا. لو عارف الإجابة دوس على البازر. أكبر دولة فيها سكان في آسيا هي إيه؟ دوس على البازر. إجابتك الصين. برافو عليك، برافو. ابراهيم فرحان جدا انك جاوبت. انا هبه مش مبسوط لما جاوبتش بصراحه. حاجه بالنسبه لو هو جاوب دي حاجه كبيره بالنسبه لي. الحمد لله. الروح اللي موجوده في الاستوديو هنا روح مش عاديه. انتوا اضافه عظيمه للبرنامج، عظيمه فعلا. روح انسانيه، اخلاق، رقي، حاجة مش هعرف أوصفها بشوية كلام. هي تتحس، ما تتوصفش، تتحس فعلا وبصدق من القلب. علي جبت 10 نقط، برافو عليك، إجابة صحيحة.
السكور 20، الأوفياء 15. إبراهيم عندك سؤال، يا ترى السؤال بعشر نقط ولا بعشرين نقطة؟ بعشرين نقطة. تمام، لو الإجابة غلط 50-50 وهيبقى عندك اختيارين وساعتها هتاخد 10 نقط بس. جاهز؟ إن شاء الله ربنا يجيب الخير. 50-50 والسؤال هو: روما هي عاصمة إحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ إيطاليا. ما فكرتش ولا ثانية يا إبراهيم. إيطاليا أقدم العواصم الأوروبية. برافو عليك يا إبراهيم، 20 نقطة غيرت النتيجة. إجابة صحيحة. شكراً لإبراهيم والعلي، اتفضلوا. وشكراً لمحمود الجعفري ومهندس عز، مهندس عز ومحمود الجعفري. النتيجة اتغيرت، الأوفياء 35، الصقور 20. ودلوقتي عندنا سؤال في الأدب لفريق الصقور، يا ترى السؤال بعشر نقط ولا بعشرين نقطة؟ عشرين نقطة. عشرين نقطة. دوس على البازر. أدب والسؤال هو: أديب مصري راحل مؤلف كتاب زهرة العمر، فمن هو؟ 12-1943. مجموعة رسائل كان بيرسلها الكاتب لصديقه الفرنسي أثناء وجوده في فرنسا. ثانيتين. طه جمال، إجابتك. طه حسين. دكتور طه حسين ومحمود سعد مش موافق، إجابة خاطئة. فرصة 20 نقطة الإبراشي، إجابتك. أنا بخمن وبقول يوسف السباعي. يوسف السباعي طبعاً، إجابة خاطئة. زائد 20 أو ناقص 10. الاختيارات: توفيق الحكيم، يحيى حقي، نجيب محفوظ، إبراهيم أصلان. رائد المسرح الذهني محمد علي. يحيى حقي. ده أنا قلت رائد المسرح الذهني. توفيق الحكيم، إجابة خاطئة. هارد لك، النتيجة اتغيرت. معلش يا محمد، مفيش مشكلة. النتيجة 10 صقور، الأوفياء 35، وعندكم سؤال في الأدب. أدب والسؤال هو: من هو الأديب الإنجليزي مؤلف مسرحية ريتشارد الثالث؟ ما اتكلمتوش مع بعض. لا اتكلمنا. مستعجل ليه يا احمد؟ لا انا قلت له اتكلمنا انا خلاص يعني؟ اجابتك ان شاء الله شكسبير. ويليام شكسبير، اجابه صحيحه. 12-1593. سنة تربيه انجليزي. انت تربيه انجليزي صحيح، من حقك تجاوب بسرعه في ثانيه. طبعا تربيه انجليزي من حقك. النتيجه اتغيرت، 45 الاوفياء، الصقور 10. السكور عندكم سؤال في العلوم، علوم والسؤال هو: فينيرا 4 هو أول مسبار فضائي يصل إلى سطح أحد كواكب المجموعة الشمسية عام 1967، فما هو؟ المسبار الفضائي ده انطلق في يونيو وهبط في أكتوبر، يعني قعد 5 شهور. الكوكب ده اسمه ايه يا كريم؟ مريخ. المريخ، اجابة خاطئة. اكتشفوا من خلاله ان الغاز الاساسي في الكوكب ده هو ثاني اكسيد الكربون. عطارد. عطارد، اجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 او ناقص 5. المشتري، الزهرة، اورانوس، زحل. من أكتر الكواكب حرارة، كوكب إيه؟ أنا سهلت السؤال. الزهرة. جداً. الزهرة. طبعاً طه، يعني الإجابة عندك. طب ما يدوسش على البازر ليه؟ هو اللي قال لي المريخ. خسارة جداً 10 نقط دول. خير. هارد لك يا طه.
دلوقتي آخر سؤال في الفقرة لفريق الأوفياء. علوم، والسؤال هو: من هو أول عالم مصري يحصل على جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم بالكيمياء عام 1990؟ حصل عليها بسبب أبحاثه في تحولات الطاقة، وهو كمان اللي حصل على الميدالية الوطنية للعلوم في 2007، أعلى وسام أمريكي. محمود الإبراشي، أحمد زويل. أحمد زويل، أحمد زويل بعشر نقط، والمدير الفني بيسقف لك، والمدرب العام بيسقف لك، وعشر نقط. إجابة خاطئة. عجبتني قوي التحية القوية دي. طيب، فرصة السكور تخطف عشر نقط، مفيش عندكم إجابة. تمام، أربع اختيارات بزايد عشرة أو ناقص خمسة: مصطفى السيد، عصام حجي، علي مصطفى مشرفة، يحيى المشد. كريم القاضي، مصطفى السيد. دكتور مصطفى السيد، ربنا يديله الصحة. إجابة صحيحة طبعا، دكتور العظيم مصطفى السيد. برافو عليك، عشر نقط مهمين جدا. السكور 20، الأوفياء 45. الجميل إن الدكتور مصطفى السيد حصل على جائزة الملك فيصل العالمية سنة 1990، ووالدي حصل عليها سنة 1991، يعني سنتين ورا بعض مصر بتحصل على الجائزة، وهي جائزة عالمية، يعني ممكن أي حد من أي حتة في العالم يحصل على الجائزة دي، ولكن هما الاتنين الحقيقة يستحقوا. المباراة قوية، خلينا نشوف هيحصل إيه في الفقرة التانية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 65 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة بألف جنيه، بما يساوي 65,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لإعداد المنتخبات الوطنية لاتحاد الإعاقات الذهنية المشاركة في بطولة العالم 2023 بفرنسا.